قام محافظ القليوبية أيمن عطية ومساعد وزير الصحة للمشروعات أنور إسماعيل بجولة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات الخاصة بتطوير وإنشاء المستشفيات بالمحافظة، وشملت الجولة تفقد المبنى الجديد بمستشفى حميات بنها ومستوصف صدر بنها ومستشفى طوخ المركزي الجديد، وحضر الجولة عدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة. أولوية كبيرة للرعاية، سواء للرعاية للأطفال أو للكبار. برضو احنا عندنا يعني مش هننسى برضو لما حضرتك تتكلم على تأثير الرعاية دي. تأثير الرعاية ده موجود في المستشفيات زي مستشفى بهتيم، احنا ما بنتكلمش بس على المستشفيات اللي هي العامة، احنا عندنا مستشفى كذا كيان طبي موجود ممثل هنا في محافظة القليوبية، سواء المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التعليمية أو مستشفيات التأمين الصحي، فكل دي يعني وغير بخلاف مستشفيات وزارة الصحة اللي هي المستشفيات العامة، دي كلها خدمات كبيرة.